أهلا يا ابن الروح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوغسطين، أهلا بحضراتكم. نتكلم فيها النهاردة عن ميلاد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. رجاء جديد على القناة، إضغط زرار الاشتراك وفعل زرار الجرس. يا أهلا، يا أهلا بكم يا جماعة. يا أهلا، يا أهلا، يا سلام ونعم غاويته. يا أهلا، ليش ما كان بيحصل حظر مع نقوش حرية رأي؟ ساعات أحيانا. سلام ونعم مرهاويت، أهلا بالكنيسة الشقيقة، أهلا بيك. أستأذنكم شاركوا بس. سلام ونعم، أهلا فاميلي، أهلا. هنرنم احنا تبعا لطقس الكنيسة القبطية. بكرة بداية صوم الميلاد المجيد، بداية صوم الميلاد المجيد، والنهاردة عيد مريمينا، شفاعة القديس مريمينا تكون معانا. هو مصري الأصل، وبكرة بداية صوم الميلاد المجيد. واتكلمنا على اليوتيوب تفصيلة هذا الموضوع والصيام منين وتاريخه، وإن الكنيسة القبطية بتصوم 43 يوم مش 40 بس. مسيح من أي كنيسة هتعرف لو دخلت على قناتي على اليوتيوب. تبارك انت الرحمن ملك العالم رب العالمين. امين. ربي في كل مكان. لما نيجي نرنم يا جماعة من فضلكم نقفل التعليقات، نرنم ترنيمة ربنا ربنا جه علشان ربنا. ربنا ربنا جه علشان ربنا، ولد فقير زينا علشان هو حبنا، بيحبنا بيعزنا ربنا ربنا جه علشان ربنا. أنا سعيد بميلادك يا ربي، ميلادك المجيد أنشود أتفرح قلبي، بيحبنا إذن ربنا ربنا علشان ربنا العذراء فرح ببشارة جبرائيل، بقلوبنا هلل بميلاد عمانوئيل، العذراء فرحت ببشارة جبرائيل، وقلوبنا هللت بميلاد عمانوئيل، بيحبنا
بيعزنا بيحبنا بيعزنا ربنا ربنا جه علشان ربنا نجمود في المشرق قد أضاء للمجوس وقلوبنا شموع نورها الله القدوس نجم في المشرق قد أضاء للمجوس وقلوبنا شموع نورها الله القدوس بيحبنا بيعزنا ربنا ربنا يا علشان ربنا ربنا يا يسوع يا بهجة حياتنا كن معنا كن معنا في كل أوقاتنا ربنا يا يسوع يا بهجة حياتنا كن معنا كن معنا في كل أوقاتنا بيحبنا بيعزنا ربنا ربنا جه علشاننا ربنا نفتح التعليقات نفتح التعليقات غاوي تو ثانك يو ثانك يو ثانك يو نفتح التعليقات يا جماعة يلا بينا يلا بينا أصدق كنيسة حبيبي كل الكنائس فيها حاجات حلوة فيها حاجات سلبية ماشي اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب يضع على اليوتيوب محد يلا غير أبوك سلام ونعم عمر سلام ونعم صوتك جميل شكرا جزيلا كير شكرا جزيلا شكرا شكرا اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب معلش بقى لسه عايش وعايش وعايش شكرا جزيلا يا حمدي بيد اسم مبارك يا رب يحل السلام العالم أجمعين آمين غاب تور ربنا يباركك دقي دقي يا أجراس النهر ده عيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد دقي دقي يا أجراس النهر ده عيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد ساب مجد السماء وضحى بالغنى جه للأرض فقير علشان بيحبنا كل ألمنا كل أفرحنا هو حاسس بيها كل لحظة في عمرنا دقي دقي يا أجراس النهاردة عيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد دقي دقي يا أجراس النهاردة عيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت شراس عم بترن بعيد دكتور ممكن أسألك كم سؤال في إنجيل يوحنا في ناس مزولاني بيهم وأنا مش بقرأ كتير في إنجيل يس يا هندي ممكن بس حضرتك حط أسئلتك على قناتي على اليوتيوب في التعليقات على اليوتيوب آخر فيديو وأنا هرد عليك أكبر أرضنا ودفعنا طول فين ممكن تلاقي لفظ أنت من فين؟ انا من البلد دي هو عنوان اللايف ده يا شباب هو عنوانه كده ثانك يو غوتو ساب مجد السماء وضحى بالغنى اخلى ذاته اخيرا صورة عبد صغيرا في شبه الناس
وأطاع حتى الموت موت الصليب. هو خالق الكون وبريه ومصوره، وهو نفسه الفادي والمخلص والراعي والديان والذي سيدين العالم. سلام ونعمة. اللي لسه مشتركش على قناتي على اليوتيوب يا جماعة يشترك، القناة في الوصف هتعجبكم. عنوان اللايف موجود، جواهر ساكن. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم، أهلا بكم جميعا يا جماعة. البث وصل 85 تقريبا، عايزين مشاركات مشاركات مشاركات. مو هو شاركت، عايزين ترنيمة تاني عن الميلاد، ترنيمة تاني يا مان. ثانك يو. واللي عنده أسئلة يلا أسئلة على اليوتيوب وهجاوبها بنعمة الله بنعمة الله. اللي كمان عايز استاذنكم انستجرام عندي بنفس الاسم، تقدروا تدخلوا على انستجرام تعملوا لي متابعة من فضلك عند امك. خالق الكون وبري ما عندوش نفع يا راجل، عند امك. انت طالع عشان اشترك مشاركات ولا عشان اسماء؟ الله، عشان الاثنين. انت متضايق ليه؟ انا مشترك، انا عايز اسماء، عايز الناس تخش تدوس اشتراك عشان توصل القناه لاكبر عدد من المسيحيين وغير المسيحيين، عشان كل الناس تؤمن بالمسيح. انت من الغزاريين كده. عدد ابواب الجنه وعدد ابواب، اسالي ربنا. يا بنتي اقري تفسير سفر الرؤيا هتلاقي اجابتك على السؤال ده. تفسير سفر الرؤيا موجود في قناتي، تفسير سفر الرؤيا على اليوتيوب، هيعجبك. تعرفي عددهم بالظبط جوه المسيحيه في تفسير سفر الرؤيا. مينا مينا قناتي على اليوتيوب هي مينا نونيم قناتي على اليوتيوب هي. يا جماعه دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس وهتعجبكم جميعا، وبعتوها لاصدقائكم ومعارفكم. خلوا الايمان المسيحي ينتشر في كل المسكونه. سلام المسيح مشين، سلام ونعمة. هو ايه السلوس يا اسطى؟ طب اسيب الكوريكو جاي. انت مش مسلم ومؤمن بالمسيح عادي حبيبي؟ ان المسيح مش مجرد نبي، المسيح هو روح الله وكلمة منه، مسيح الله ظهر في الجسد. اي حد بيطلع يتكلم في الدين وعايز يعمل شغل، انا مش محتاج اعمل شغل، انا مشهور على فكرة. ممكن تسأل سؤال، حط سؤالك على اليوتيوب انا جاوبك. ممكن تفصل التناقضات اللي في الكتاب المقدس، حضرتك حط سؤالك على اليوتيوب انا جاوبك. جاي تنشر المسيحية بالمراهقين، أنا حر يا عم، أنت مالك يا عم؟ صرت أؤمن بالمسيح من بعد حضرت بصوتك. نشكر الله نشكر الله، الله يتمجد. وعلى اليوتيوب أخ ترك، على اليوتيوب هتلاقي يعني حاجات حلوة كتيرة جدا هتفسر. أختك مسلمة وبيحب أخواتنا المسيحيين، أهلا منال. أنا عايز أخش المسيحية، أقرب كنيسة وأتكلم مع قسيس وأكلمه هيقول لك تعمل ايه ويتفق معاك تعمد امتى، هو هيشرح لك التفصيل. قائمة التشغيل القرآني يشهد المسيحية هترد عليك في موضوع الثالوث من المسيحية ومن الإسلام. تخيل تخيل، انت منين؟ انا من البلد دي، وانا من البلد دي. الله يباركك يا اخ عادل امام الفنان العظيم. احلى تحية المسيحيين، احلى تحية يا معلم. يلا يا جماعة اللي عنده سؤال، يلا اللي عنده سؤال. عايزين نشوفك مناظرة يا عم، يا عم انا بعلم الناس تعمل مناظرات. اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت يا راجل. ماشي، اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب. متى التحديث الجاي؟ هو اسأل والدتك وهتقول لك. قول يا معلم، قول يا معلم كورس، اكتب يا معلم. ممكن تسمح لي؟ يلا اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب وينجز يا جماعة، ينجز يا جماعة. بتخافي مني؟ طب نشكر الله، انا مخيف ومخيف اكتر الوقوع في يد الله. انت مقتنع بدينا؟ مقتنع بتتكتب بالتاء بس، على العموم انا مقتنع يعني. انت
طب هسألك سؤال زي مثلا، خش على قناتي على اليوتيوب، انت بتاع شو ربنا؟ ايوه يا عم انا بتاع شو. سبحان الله. ما انا قلت لك السؤال، حط سؤالكم على اليوتيوب، اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب، هيضع على اليوتيوب هجاوب، مش هيضع على اليوتيوب انساني وياخد عنواني انساني. اما انا هرد عليك، حط سؤالك على اليوتيوب وانا ارد، اغني اغنية. حاضر. محد في ضلال غيرك صدقني، محدش في ضلال غيرك صدقني، عظيم هو سر التقوى اللي ظهر بس. امين صدقني، قلنا حضرتك اللي في ضلال يا ربنا، حضرتك في ضلال. غني طلع البدر علينا، ما احنا بنعملش بيها، معلش ما وعدكش، خايف ما نعملش فتنة ومشاكل، مش لازم انا اعمل اللي انا عايزه. انت مالك، انت مالك انت، الله عليكم يا جماعة، ثانك يو مودريتوس، ربنا ينور لكم دينكم ولي ديني. تاني يا جماعة نحفظ الكلام ده، تقولوه في سورة الكافرون، مش تقولوه لأهل الكتاب. أهل الكتاب لازم تكلمهم بطريقة لائقة، جادلهم بالتي هي أحسن يا ولد، افهم. كل سنة وأنت طيب عند لساني. هل تحترم اليهود؟ أنا بحترم المحترم عامة، مفيش مشرف غيري. عاش يا كرولوس، عاش تمسيها زي كوكو نشط، صورتني ومشت ماشي. طب لو انت يا جدع، انت وابوك اعملها، يلا يلا في الزبالة. كل عام وانت بخير، شكرا ميرمون. حط شعر على اليوتيوب، دي تحطها لأمك يا حسن. قرب عيد الميلاد، قرب طبعا. سلام ونعمة، سلام ونعمة، احنا اخوات، احنا اخوات الناس بتعامل كويس، من هم اهل الكتاب، احنا اهل الكتاب يا عم. مش عاجبك؟ مش عاجبك يا ولا ايه يا ولا؟ نقفل يا جماعة عشان اقول احنا ايه، برسينوس يا باشا ولا عيب، ما يخصكش بالظبط. اي حد عنده كلمة انت مش تمام، خليها لاهله ومش يخليها لنا. صح، ابوك ناشط. حد يقفل التعليقات عشان هنقول ترنيمة، من فضلكم نقفل التعليقات. قريناهم لغاية لما تعبنا، بس ما فيش حد هيروح المسيح، ملكوت بدون المسيح. خلصنا يا مودريتورس كرولوس. في حد تاني من مودريتورس غاوي تو؟ مين تاني؟ استاذنكو قفل الفيديو، قفل التعليقات. شكرا شكرا. هنقول بعد كده لحن اليوم البتول تلد الفائق الجوهر، والارض تقرب المغارة لغير المقترب اليه، الملائكة مع الرعاة يمجدون، والمجوس مع الكوكب في الطريق سائرون، لان من اجلنا ولد صبيا جديدا، الاله الذي قبل الدهور. الله يا جماعة منذ الأزل لاهوته موجود، ولكن اتخذ ناسوتا في الزمن. الناسوت ده مستمر مع الله إلى الأبد، لأنه علامة الاتحاد الإلهي بين الناسوت واللاهوت الذي فدانا به. هنقول لحن إيبرسينوس. اللحن ده يوناني اللغة، إيبرسينوس إنوس سيميرون تو إبرو سيون تكتي كي إيجي توس بيليون تو أبرو سيتو إبرو Sagi angele metabi menon zoxo
لوغوسي ماجزي ميتاستيروس وزي بوروسي زيمس ار اجنسين بزيون نيون او ابرو ايونو بعد كده لحن بجن ميسي بجن ميسي امبارسي نيكون اووني نوكي امي نفماتي او اشفيري امبارا زوكسون كاتاني اسمي امبروفي اي 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 الجزء اللحن الثاني ده اللي هو الميلاد البتولي، جميع الأديان تشهد أن العذراء ولدت وبتوليتها مختومة، ظلت عذراء. حزقيال 44:2، الملك دخل وخرج والباب مغلق، العذراء ما اتجوزتش، وبذلك بدليل أن الله عهد بها إلى يوحنا الحبيب لكي يتخذها كأنها أم بعد صلبه على الصليب. يوسف النجار، الله قال له قم خذ الصبي وأمه، ما قالوش وزوجتك. أدلة كتيرة جدا على أن العذراء حبلت وكانت قبل الولادة عذراء، وأثناء الولادة عذراء، وبعد الولادة عذراء، والألحان القبطية بتدل على كده، وكل الألحان في الكنائس. اللي عنده سؤال يضع السؤال على اليوتيوب عشان نجاوب. لا يخصني احنا بعد، ماشي تمام. ما تعمل لنا لايف عن مريم يوحنا الحبيب؟ حاضر، عيني بس قبل ان انسى، اريد ايه من المقدس تقول عبود عيسى؟ احنا ما عندناش عيسى حبيبي، احنا عندنا المسيح، شخصية قرآنية عيسى متشابهة مع شخصية المسيح في بعض الأشياء، في بعض الأشياء أو كثير من الأشياء. اللي عنده سؤال يضعه على اليوتيوب. اللي عنده سؤال. ازيك عامل يا دكتور؟ نشكر الله محمد علاء كوكا رفعت، اهلا وسهلا يا جماعة. اللي لسه بيعمل فولو من جديد، اللي يلحق يعمل سبسكرايب على اليوتيوب، القناة في الوصف وفي علامة اليوتيوب. يلا يا جماعة، يلا بسرعة يا جماعة. كل سنة وانت طيبة بمناسبة صوم الميلاد المجيد. تعيش أخ محمد علاء، الله يباركك، نشكر الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طبيعة علاقة عيسى بالمسيحية، التشابه ما بين الشخصية المسيحية وشخصية المسيح. كل سنة وأنت طيب، شكرا كوكا رفعت، شكرا، الله عليك. ارزع الناس اللي داخلة التانية بتسخف، ارزعوهم يا جماعة. صح، انت شايف؟ انا مش شايفه اصلا، عذرا يعني. احنا عندنا الكتاب المقدس قال ما نؤمنش بأي شيء بأي ديانة بعد المسيحية، لك حرية الاعتقاد كما تشاء، لكن خلي حرية الاعتقاد دي مع نفسك، مع نفسك.
انت مش بتطلع ليه من البيت؟ اخرج، الدنيا جميلة، نشكر الله. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش كان، الله يرحمك يا اخت سعاد حسني، وما فيناش ماني كاني ماني ايه، الدنيا ربيع. طب انت يعني داخل تسخف؟ ماشي يا عم، عز الله بالمسيحية لكل العالم، ايه رأيك؟ الكتاب المقدس له أكتر من نسخة طبعا يا حبيبي، عشان ما كانش مكتوب، هو كتب بلغة اليونانية واللغة العبرية وانتشر في كل العالم، طبيعي إن هو يبقى بأكتر من لغة، عادي يعني، عشان كل الناس تفهم الكتاب المقدس زي ما هما بيشوفوه. احنا مش بنخدعهم يا حبيبي، كل واحد بيترجم له الكتاب المقدس بنفس لغته عشان يقبلوا ويكون فهمه صح، ما بنخدعهوش. ها، ما بنخدعهوش. واحد بيقول انا شيعي، وتحياتي اخواننا المسيحية، اهلا باخواتنا الشيعة، اهلا. حاب اسألك سؤال، سنة كام اتولد المسيح؟ ياه السؤال ده قديم، سنة سالب 4 ميلادية، عشان اريحك، 4 قبل الميلاد. والموضوع ده ما يأثرش في العقيدة ولا يأثر في المسيحية بشيء، لأن الموضوع ده تقويم عمله ديونيسيوس أكسيجينوس الراهب الروماني، بدل ما بين التقويم روما حط ميلاد المسيح، بس كان عنده مشكلة في 4 سنوات نتيجة للحسبان. ده ملوش دعوة بالعقيدة المسيحية، من الآخر عشان أريحك، أريحك أنت بنت، كاتبة حبة عشان أريحك في الإجابة. ربك قال في كتابه خلق الكون ازاي؟ خش على قناتي على اليوتيوب واتفرج على سفر التكوين، هتعرف. تصوم 40 يوم، 43 يوم، عشان احنا في الكنيسة القبطية بنصوم 43 يوم، لان في 3 ايام حصل معجزة نقل جبل المقطم اللي فيها المعز لدين الله الفاطمي تحول للمسيحية، وكان بيصلي في كنيسة العذراء المعلقة في مصر القديمة، واتنقل جبل المقطم من مكانه القديم للمكان الحالي حاليا. الشيعة اسمها الشيعة والمسيحيين، احنا مش نصارى، احنا مسيحيين اهو. واحد يقول انا يهودي، وتحياتي لاخواتنا المسيحيين، شكرا يا عم اهلا. ويقوم انبياء كذا الذين الله عليك، الله عليك. حب المسلمين، انا بحب كل الناس اللي بيتعاملوا معايا بطريقه حلوه، اللي مش بيتعامل معايا بطريقه حلوه يعني يمشي. في الدين المسيحيه يجوز زواج من مسلمه؟ لا، بس لو اتنين كانوا اصلا في ديانه غير المسيحيه وحد فيهم جه آمن بالمسيح بيستمروا مع بعض، لو عايزين يستمروا، مش عايزين يستمروا ممكن يتركوا بعض. ده الكلام ده لو الاتنين كانوا مش مسيحيين وعايزين يكملوا، واحد فيهم جه للمسيح والتاني لأ، يا يقبلوا يكملوا مع بعض يا يغيروا براحتهم. المسيح مسيح بس يا بس بس يا بس. أنا قلت إنك بتدفع بس يوتيوب بعد شوية، ده فتحت كنت موجود معايا تقريبا. سلام مسيح. انا ثبت بس اليوتيوب باذن الله يا جماعه الساعه 10 بالليل يوميا باذن الله، تثبيت فيديو اليوتيوب كلنا واحد يا جماعه. يا ريت يا ريت الشعار ده موجود يبقى حقيقي. ربك طبعا المسيح قال لك اكتر من مره، خش على قناتي على اليوتيوب انت تعرف. ديشا، انت امك ما تربتش دي. يا دكتور حضراتكم تقول سيدنا المسيح عليه السلام اتعذب عشان يغفر الذنوب، فينا من عند مين؟ خش على قناة اليوتيوب هتلاقي فيديو الخطية الجدية هتعرفك الإجابة. أنت مسيحي؟ معلش معلش، شوف الغبار يبقى عامة يا صاحبي. عندي سؤال كمان، حط سؤالك على اليوتيوب، حط سؤالك على اليوتيوب. مرحبا يا مقدس، مرحبا أهلا، يا أهلا يا هلا كيت كات، يا هلا كيت كات. اللي عنده سؤال يا جماعة يضع على قناتي على اليوتيوب أنا أجاوب. شكرا على بتوع الدعم، بس لو سمحت شوية طول من مدة بس اليوتيوب. حاضر حاضر، يعني بس اليوتيوب يا غسطين الجديد بنخليه كام؟ نخلي بس اليوتيوب 2 ساعة مثلا. أنا تعرف مانشربل؟ طبعا، لبنان، قديس لبنان. لغاية دلوقتي ما فهمتش حاجة، ممكن توضيح أكتر؟ ممكن، بس حط سؤالك على اليوتيوب وأنا هجاوب توضيح أكتر. عندك الله تلاتة إزاي؟ خش على قناتي على اليوتيوب هتلاقي التثليث والتوحيد في المسيحية والإسلام. بوم بوم. ما تحترم نفسك؟
تعال هات أمك تخليني أحترم نفسي. هي اللي طلعت دوس. نعم قول لنا شيد الأنشاد موجود على قناتي على اليوتيوب. طب أنا عايز مش عايز أعرف خطايا، لأ أنا عايز أعرف حاجة تبقى تختار طريقة عند الرب في حين هو الرب إزاي. يا سبحان الله، خش على قناتي على اليوتيوب وأنت تعرف. ممكن فيديو تعريف المسيحية، كل قناتي تعريف المسيحية، خش على اليوتيوب. ما حدش هيخش الجنة غير اللي هيأمن بالمسيح ويتعمد ويعمل أعمال مسيحية. مو راح عندنا مفيش. انت شجاع وانا حبيتك وانت راجل محترم. شكرا جزيلا كوكو نشأت. شكرا جزيلا، ربنا يباركك. يقول هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلتها مليون مرة، مفيش تعارض ما بين النص القرآني ده وما بين المسيحية. يلا مفيد يوسف، سلام ونعمة. شاركوا البث يا جماعة، شاركوا البث. فاضل لنا 5 دقايق ونمشي. يقعدوا يشتموا في دين غيرهم ويزعلوا لحد شتم في دينهم. صح، الله عليك، ربنا يبارك الجميع. امين امين. بلولي تعريف المسيحية، خش يا عم قناتي كلها تعريف المسيحية، خش. يحلف كده؟ لا مش هحلف. ينفع سؤال بس ما تعرفش تشتم؟ لو سؤال هيبقى رده شتيمة ما تتوقعش الشتيمة. حط سؤالك على اليوتيوب. بالظبط جربت ان كنا بندرس اجباري يا اختي، كنا بندرس اجباري. يعني نرجع نتكلم، كنا بندرس اجباري. سلام ونعمة، اهلا كيرولوس، اهلا كيرولوس. هو في اله بياكل وشه؟ يا عمي المولى على العرش استوى. يعني ايه المولى على العرش استوى؟ اخفهد اخفهد. يعني ايه المولى على العرش استوى؟ رد. ربنا مرجحني، ماشي يا مرجحني، بس انت طب ما احنا لا يا اخ محمد، الايمان بالمسيح ان هو مجرد نبي ده شيء، وان هو الله شيء تاني خالص. ممكن اقولك شيء اذا دخلت الدرس مش المفروض تاخد منه؟ ماشي حاضر. هو رب واحد. كرر يا ايه، كرر كرر. طالك الكروس مسيحية دين توحيد. طبعا 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 واحد، الله واحد، واحنا موحدين بالله. كتاب الله الكتاب المقدس لازم تقروه جميعا. خشوا على قناتي على اليوتيوب وهتفرق معاكم كتير. ايوه قال ان الله قائم التشغيل المسيح هو الله، هتفيدك كتير، تفيدك انت بنت صح. اتكلم عن زكريا بطرس يا اسطى. لا انا مش يا اسطى، هو اسمه قمص زكريا بطرس، مش زكريا بطرس حاف، مش بيلعب معاك في الشارع. اثبت لي باي كتاب بكل المذاهب المسيحيه يثبت بقول المسيح؟ حبيبي هو قال عن نفسه 3 مرات ان هو الله على الاقل، وعمل افعال تثبت ان هو الله. تخش على قائمه تشغيل المسيح هو الله وهترد على الكلام كله اللي بيدور في دماغك. مسيح هو الله؟ ايوه هو الله. تحب اجيب لك الكلام ده من جوه القران؟ دكتور حاول توصلنا من جمله لا اله الا الله دي صح، مش بتخالف عن المسيحيه؟ ما ده حقيقي. عمر امك زانية يا عمر. يلا انا مش ياسطا يا جماعه. من السفهاء، انا عارفينهم فعلا، ما ياخدناش بالسفهاء. الحمد لله على نعمة المسيحية وكفى بها نعمة. يا باشا كيف دخلت المسيحية لمصر؟ عن طريق تبشير من مرقص، كاروز الديار المصرية. كبر السجود وتقال له يا رب وتقال أنا الطريق الحق والحياة. الله ينور يا جماعة، عاش وحوش أسود أسود. وسود هو في اله بيكون بشر؟ يعني هو يتكلم من الشجره والمولى على العرش استوى، ويتكلم من برد ورعد ومش عايزه يتجسد؟ دي غلط يا راجل. ممكن تقتنع، خش على قناتي على اليوتيوب هتقتنع، هتقتنع صدقني. لا محاله لا محاله، اقنعني انا كنا مسيحيا. خش على قناتي على اليوتيوب اتفرج.
خش على قناتي على اليوتيوب وهتتفرج على الكلام هيعجبك. يعني بص عشان ما تبقاش بس يعني بتقرا وبس. المولى على العرش استوى، الإجابة النموذجية إن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يبقى أنت في ديانتك لما تيجي تسأل عن حاجة بدعة يبقى ما تجيش تسأل عندي. يلا كاروز ديارنا المصرية يا أسر كنيستنا بتعمل نقول أمين. محرم تفاصيل مش هقول لك، حط سؤالك على اليوتيوب. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب يا جماعة، ما تضيعوش وقتي وقتكم، ما تضيعوش وقتي وقتكم، ما بنأمنش بيه. انت ما شفتش موسى كان الله بيكلمه منين؟ راجع راجع دينك يا ابني، راجع دينك وتعالى اتكلم معايا. اسمه قوم زكريا بطرس الحاج منتصر. ممكن حد معلش تعبانين في مخكم. الله واحد وثالوث يا اخ، هبت منه هبت منه خالص. عارفين ان الله قادر على كل شيء، مش مقتنعين بجسد. سبحان الله، دي تغيظ بقى يا اخي. ياسا قناتي على اليوتيوب موجودة في الوصف. امك وابوك، ما هم بودنين كبار، حمير كبار يا محمد. مش ياض مش ياض يا ابن اللي جاي من زريبة. معنى شوف يا شيخ خطأ في معنى يا راجل. معلش انا ليش اخترت المسيحية؟ لان مفيش غيرها اللي يوصل الملكوت. هاي بوم، من هذا السويد اللي في الصورة؟ خليك انت في المعفنين اللي في عيلتك. الله يا عم الله، ده انتوا عالم جبلات. حتى ادب الاخلاق في الاسئله ما عندش ابوك دم. الله والمسيح ازاي؟ اشياء كتيره. قائمه تشغيل المساحه والله هتفرجوا عليها. لا يا حبيبي هو الله نفسه. دمك يا محمد، امك الزانيه. امشي يا دي يا محمد يا زاني، جاي تشتمنا هنا في البث يا قليل ادب وقليل رباية. يا امك ما ربيتكش. ربنا هو الله من المسيح ويلحق. صح، عندك إثبات إن الملكوت موجود؟ عندك إثبات إن الهوى موجود؟ رد عليا رد عليا رد عليا. أيوه حاول تعدي كومنت. لا هرد خلاص يا دكتور، مش فيها كده يا عم. لا يا عم، دول بقيتهم زبالة، ده داخلين يشتموا بس، ده عالم ما تربتش. لا تفسر عمال سيدنا المسيح بقى. لا حبيبي هو الله يا عم، انت هبل. غفر خطايا. روح اسأله محمود هو يعني ايه استوى، قاعد على العرش يعني ايه، كيف وصله بربك، من أصلبك قريب يرحمك. احنا ما بنقولش ان الله اكتر السلاسة. روح يا عم الظريف، روح اتفرج اعرف مين اللي بيقول ان سال السلاسة. المسيحيين ما بيقولوش ان سال السلاسة، عشان تعرفوا ان انتوا شوية جهلة شوية جهلة متسائين. لا مش هقدر اقفل دلوقتي يعني، لا مش هقدر اكمل اكتر من كده. دمك يا كتكات كتكات، مش احنا، ما انا بتكلم في الكلام اللي يخصنا. فين دليلي يا راجل؟ طب اتعلم تكتب عربي كويس، اتعلم تكتب عربي كويس. الله يغفر الخطايا ازاي؟ بالتوبة يا حاج. بالظبط، نفخ فيها الروح منين؟ خالق، لأنه الخالق، المسيح هو الخالق. أنا هو الطريق وحق الحياة. وفروا النصيحة لنفسكم صدقني، عشان يوم من الأيام هتروح هتلاقي نفسكم في النار.
كيف هو الله وفي نفس الوقت يغفر. لا انت محتاج، انت الحشيش اللي انت شاربه عالي قوي، اصطفى جامده يعني. الله اللي بيغفر، هو غفر الخطايا، هو المسيح غفر الخطايا لان الله. بص هبل مش عاوز، ادم اتخلق ما اتولدش، المسيح اتولد. المسيح مش مخلوق زي زيك، انت جيت من مع ذكر وانتايه، ذكر وانتايه ناموا مع بعض جابوك. المسيح ما جاش كده، فما تستهبلش يا روح ماما. ماشي، المسيح لم يخص الشيطان بالظبط يا كرولوس. المسيح مولودا ذكيا، المسيح هيجي حكما مقسط، المسيح روح الله وكلمته، ما فيش حد زي المسيح بالطريقه دي. فانتوا لو انتوا اساسا جهله بديانتكم، يعني انتوا شويه جهله بدينكم. على الاقل انت ما تعرفوش يا فهد، انت ما تعرفوش اصلا للاسف. انت لا تعلم الله، لا تعلم شيء عن الله اصلا، جاهلون حتى بديانتك. انت جاهل جاهل يا محيي. حبيبي انت مش فاهم يعني ايه اب اصلا، مش فاهم اب وابن روح قدس. اديني علمنا اتكلم مع، اعرف افرق اتكلم مع ده ازاي ومع ده ازاي. اقنون الابن، والابن غير منفصل عن الاب والروح القدس. عليك وعلى عائلتك، اقنون الابن. ربنا يساعدني. امين امين امين. اخ مين مريد؟ انا اصلا مش عارف. يا راجل هل انا في الاب ولا في من رعاني فقد راى الاب؟ وحدانيه الجوهر الثالوثي. انا قلت لكم الثالوث موجود في القران وموجود في المسيحيه. خش على قناتي على اليوتيوب. السيد المسيح روح الله وكلمه منه، السيد المسيح روح الله وكلمه منه. دول اقنومين من اللي بنوع عنهم في المسيحيه، البسمله الثالوثيه. غلابة، جهلة بدينهم وجهلة بالأديان الأخرى، غلابة. جهلة. حضرتي إنسان محترم، شكرا أخ، شكرا. الله يغفر لي يا رب، يغفر لي ويغفر لكم جهلكم بدينكم وبالأديان الأخرى. دي كوسة، دي طابونة اللي في دماغكم، دي طابونة طابونة. طب اسأل كده سؤال، اسأل كده سؤال. انت اصلا جاي يعني جاي لسه امبارح، تايه تايه، ما انت مشفتش حاجة فما تردش. مش عارف، مش عارفش انا شغل المصريين في الزيطة ده. واحد ما شافش اي حاجة في حاجة وجاي، انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت مال اهلك على طول؟ اصل دي الكلمه اللي تريح. انت داخل في حاجه انت ما شفتش عنها، مين اللي غلط ومين اللي غلطش؟ ما يخصكش. اللي بيتكلم باحترام بنرد عليه باحترام، اللي بيتكلم بغير احترام نعرف نوريه مقامه. تقدر تقول لي يعني حازم، تقدر تقول لي لما انت بيبقى عندك نقص حديد انيميا، الدكتور بيقول لك اشرب سخين، بيقول لك اشرب سخين ولا بيدي لك كبسول؟ بيدي لك كبسول. جسد ودم ربنا مش في شكل لحم ودم زي كده، في الخبز والخمر غير مختمر ببساطه يعني. انا طالع، انا حر يا عم، طالع اتكلم زي ما عايز اتكلم. انت مال سيادتك، انت مال سيادتك؟ انا اتكلم في ديانتي وفي غيري طالما انا بعرف اتكلم. انت بتعرفش تتكلم خلاص، وفر نفسك. زيطة او ما زيت في الزيطة صح، صدقني. عندهم تكنيك كده، طريقة معينة. خش يا عم ارزع في الزحمة اي تعليقات، اي هبل.
اي هبل ايه؟ تتحاسبوا على الهبل اللي عايشين فيه. انتوا لا قارين ديانتكم ولا قارين اديان تانية. طلع تتكلم معاه في ايه؟ عايز تفهم اللي بيسأل وعايز يفهم على عيني وراسي، حط سؤال على اليوتيوب ونفهمه. عرايس سبونج بوب كان بيقول اللي ده شيء لا يعنيه لا قمر. انت مالك يا محمد؟ اسمك ايه؟ انت مالك؟ خصكش. سلام مسيح روح اهلا. خصكش. المبلغ على العرش استوى يعني ايه؟ هتيجي تقول لي اصل السؤال عن ده بدعه، اقول لك ما تسالش في ديانتي انا بقى، لما انت السؤال عنك في ديانتك بدعه ما تجيش تسال عندي. الناس اللي بتعلق بصوص اليوتيوب احسن من طبعا على اليوتيوب. الناس اللي بتخش عندي ناس راقيه جدا جدا، معظمهم كلهم راقيين. هنا بعضهم انت ما تعرفش. غدا ريحي، اقعدي في حته ناشفه على اساس ان احنا كنا بندرس في المدرسه. ايه؟ قولي ساكته. كلهم اللي يأمن ويتعمد ويعيش حياة مسيحية بصرف النظر عن طائفته، بس يكون متعمد معمودية قانونية ويأمن و فهمت حكمة دي. أيوة طبعا طبعا. كوك ناشط بتعمل مقارنة مع الشيخ. يا راجل يا راجل، موجودين على السوشيال ميديا ناس مش اصلا مش فاهمة ده، يعني مش فاهمة بقى. كل اللي يعرفوه يضحكوا عليكم ويستهبلوكوا، يقولوا لكم ايه؟ يقولوا لكم المسيحيين دول مش موحدين، المسيحيين دول مشركين. ما يعرفوش ان هم اهبل من كده. ما فيش الناس دي اللي بيقولوا لكم كده، لان المسيحيين هي المسيحية واليهودية ديانة توحيدية، الاتنين ديانة توحيدية، واكتر ديانة عارفة عن الله تفاصيل انتوا ما تعرفوهاش عنه. تسليس سيرة مذكور في البسملة. انت تقول الكلام. بص بص تعالى بس تعالى تعالى يا دودز. ال 99 دول مش في منهم 11 الازهر لغاهم؟ ما تتكلمش تاني عشان انت مش يعني جاهل بدينك. مشي مشي. ثانك يو كورولوس. ثانك يو. يس يا جدعان مسيحي، يس مسيحي، يس مسيحي، رجعوا يس. يس مسيحي. يس. ايوه. انا مش فاهم يعني ايه اصلا. بالظبط. لو حبيت تغير للمسيحية يبقى انت يقام عليك الحد ولا تحصل استتابة ليك؟ برضه عايزين نبقى فاهمين النقطة دي. بس لو مالكش حرية التغيير ما تجيش تناقشني اصلا، يعني عيش حياتك بقى، متقفليش حبيبي تعيش يا خلاص. دي مشكلة السوشيال ميديا في كتابة التعليقات، بتلاقي ناس بتكتب فالناس ممكن تفسر حاجة غلط مع انهم مش فاهمين ايه المقصود. معظم اللي بيناظروا المسيحية وبيحاولوا يرخموا في المسيحية في حاجات مش فاهمينها نتيجة للتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل، عشان اللي بيناظر من غير المسيحيين بيبقوا جهلة بالعربي اصلا، جهلة باللغة العربية، فمش فاهمين فبيفسروا على مزاجهم. المسيحيين موحدين بالله وهم يروحوا يطلعوهم مشركين. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب يا جماعه في خلال 5 دقايق. ما حدش وضع سؤال على اليوتيوب هقفل البث. ما حدش يبوظ لي نظام البث الله يكرمكم. نظامي في البث اللي عايز يحترم البث انا مثلا يحط سؤال على اليوتيوب و يتم اجابته.
يضع سؤال على اليوتيوب ويتم إجابته، غير كده محدش يسألني، غير كده محدش يسألني. عايز الأدلة والتفسير المنطقي، خش على قناتي على اليوتيوب هتلاقي كتير من الأدلة والتفسير على قناتي. بالحق صدقوني كل اللي موجودين على البث قناتي دي هتبقى سبب إدانة ليكم لو انتوا مدخلتوهاش وشفتوا. سيام بدأ كل سنة طيبين. خلاص كده عدت 12. بص يا أخي اللي كاتب كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده ما تتعارضش مع الكلام المسيحي لأن الله واحد، الله صمد ماشي. انت كلمة صمد بمعنى ايه تفسيرها؟ ان هو مش سهل تفسير كلمة صمد، يعني مش سهل معرفته معرفة كاملة، ولا معناها ايه؟ لم يلد اقنوم الابن، لم يولد اقنوم الاب، ولم يكن له كفوا احد، مفيش حد زي الله ماشي. ده كتير، انا اتكلمت يا اخي شادي مع ناس كتير ازهريين، وعايز اقول لك ان في من علماء المسلمين ما كانوش يعرفوا التثليث في المسيحيه صح، وعرفوه من بعض الكهنه والكليروس في الكنائس، واستغربوا ان هم كانوا فاهمين عن المسيحيين حاجات غلط. ايوه قم بزكريا بن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مش ثلاثة دول؟ اول مرة يا جدع. لا انا مش بحرف، انت اللي بتحرف. رسول الاسلام نفسه ما قالش ان في تحريف في المسيحية. فاضل دقيقة يا جماعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني من المباراة. المسيحية هي الحل، صح صح يا أخ أحمد فهمي، صح صح يس. ما العامة يا صاحبي هي اللي تعبانة للأسف، محتاجين يدوروا ويبحثوا. قناتي على اليوتيوب ستكون دليل إدانة على كل واحد مش هيأمن بالمسيحية يوم الدين. اهو عينة من اللي بيخليني يكتبوا تعليقات. الاخ بيقول 99، اسأل على موضوع ال11 ده. الاخ التاني ولا الاخت التانية كاتبين لو سمحت لكم دينكم ولي ديني، ما تعرفش ان الكلام ده عيب تقوله لأهل الكتاب. الكلام ده حضرتك تقولي للكافرون لان دي سورة الكافرون. اهل الكتاب تعامليهم بالتي احسن وتجادليهم بالتي احسن او تجادلهم بالتي احسن. بص يا جماعه انا ما بتهددش، انا بتكلم كلام منطقي وسليم. لقاءنا يوم القيامه، بس يا خساره هتروح النار. انتوا بتصوموا 40 يوم زي سيدنا موسى صام 40 يوم، الصيام 40 يوم من يوم. ايوه مظبوط اخ محمد علي، كلامك مظبوط جدا، كلامك مظبوط وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه يا عم. ما تقلبش ما تلفش وتدور، ما تلفش وتدور. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المسيح روح الله وكلمة منه، روح الله وكلمة منه، أقنومين من الثلاث أقانيم اللي احنا بنؤمن بيهم في المسيحية. البث خلص يا جماعة، شكرا لكل المودريتورز. اللي عنده اي سؤال على قناتي على اليوتيوب، انا مصمم ان القناة ستكون دليل ادانة امام الله وامامكم على كل واحد مش هيؤمن بالمسيحية. منتظر الجميع على القناة لو في اي تعليقات على قناتي على اليوتيوب. شكرا غاوي تو على الدعم. اخونا محمد بيقول اعمل ايه عشان اخش المسيحية؟ حضرتك هتروح على اقرب كنيسة تكلمهم تقول لهم انا امنت بالمسيح وعايز اتعمد، يقولوا لك كورس تلمذة ويعمدوك، بس في كنيسة تكون بعيدة شوية عنك عشان امنك. رحت مكتبة المحبة في المنيا تعيش وتزور اخ محمد، وربنا معاكو ويا اخ محمد وكل الناس. عايزين تعرفوا المسيحية بقوة، خشوا على قناتي على اليوتيوب موجودة
علامة اليوتيوب في الملف الموجودة في الوصف، أو تكتب دكتور أوجستين بالطريقة دي، أو تكتب أوغسطينوس السمعان ألف غين سين طه يه نون واو سين سمعان سين ميم عين ألف نون. وأسهل حاجة الرابط اللي في الوصف أو علامة اليوتيوب. سلام الله معكم، شكرا غاوي تو على الدعم، ربنا يبارك فيكم جميعا. اللي عايز يدعم دعم مباشر في رابط البيبال، يضع على يخش على اليوتيوب هيلاقيه في الوصف، يدخل يدفع الدعم المباشر اللي حابب يدعم بيه. صلواتكم، ربنا يتمجد مع الجميع ويقابلكم في كل بس بإذن الله.